الدريلينات كان الله يعمر لي الدار وكان درويش كان ولد صالح ماشي غنقول لك سمكار ولا مربي الوالدي تربية حسنة وباتي مشيت لطنجة تضرب عليه تمارة تضرب عليه تمارة باش يقرا وقال لي وليدي مابقاش باغي تقرا جلس نخدمك ومساعد باها باه وقال لي شوف أستاذة الدريلة ما كانش غيقرا غندي غنخدمو قالت لي لا غير خليه يعني ملي طرا هاد المشكل والدري حبستيه الخميس والجمعه والسبت والاثنين السبت عيط لوالديه وقوليها ليهم لكو كتبت الناس دابا تنطلبوا من هاد الاستاذه الله ياخذ فالحق الله ياخذ فالحق الله ياخذ فالحق ما حنات والديه وما هو مسكين راه مات الله يرحمه عنده 24 عام ما تنشوفوش حنا هاد الوليد تنشوفوا المغرب كامل كان باغي يقرا كون ما كانش الدري بغا يقرا ما غيمشيش للمندوبيه نسى المندوبيه ما داروا معاه والو ها ولد عند المدير ما داروا معاه والو كي غيدير هاد الدري والمدير تيقول لك انا ما سيقش الخبار لهاد الدري ما يمكنش المدير في المدرسه في مؤسسة ما غيسيقش الخبار التلميذ ما يمكنش ما يمكنش خاص المدير يتدخل وهاد الاستاذ الله ياخذ فيها الحق الله ياخذ فيها الحق على فوتوكوبي وعطاها الفلوس ولاحتهم عليه ما رقاش هو ما رقاش خرج ودارت لي بحال هكا سداته ودفعاته قدام الدراري كيدير لي عنده 24 عام دايما خاطره تيشد 55 سكين من الحلحال تيجي للمدرسه دي الحي محمدي كي غادي ندير كي غنوصل و تيجي تلقى المدير قدامه اه ماشي الساده هادي خاص يكون فاش الانسان والدي الناس مصدومه باه مصدوم ما قالتش هضره عنده خو واحد خلاه مقطوع هو اللي مسير خوه هو اللي مسير هو اللي مقري خوه هو بغي هو قاري وبغي يقري خوته وعندو خوت وحده دار لي الله 11 عام راه مصدومه امو راه مصدومه ما قدرتش تهضر ما قدرتش تهضر امو مصدومه باه مصدوم البارح تصور مجدي من طنجه عيطوا ليه كي غيوصل هذا الراجل كي غيوصل ولد واحد ولد الخنات باه دير لي ما عنده بوحدو تيصيفط علي واش والدي دار لي بخاطرهم خاطرهم وانت يا استاذه ما دايرهاش خاطر الدراري اه فين غيخدموا هاد الدراري تنطالبوا من الحق من الحق من الحق الله ياخذ فيها الحق الله ياخذ واخا غتسد الدري ما غيرجعش تنطالبوا الله ياخذ فيها الحق الله ياخذ فيها الحق هادشي اللي تنطالبوا اختي